طرحوا عليك فكرة ربما خلع الحجاب باش يكون لك دور مهم، هل بمعنى بمعنى في عشر العشر اها الاول خلاص اها كنت انا من ضمن الفريق اللي كنت الدور تاعي تاع التونسيه اللي تلعب في الكوزينه اها واش قالوا لك؟ كان دور مهم، ما قالوا ليش هما خلع دينا. تفاهمنا ونوجه له الف تحيه، جعفر قاسم كان متفاهم بزاف اها وعامين ولا من وراها باش صويلح وجعفر علموا باللي كان سبب الخمار. ثم كاين اللي كان معايا في اتصال اللي ربي سامحه ولا نقولوا ربي سامحها، نعم قالت لي عيطت لي على الدور كان مهم جدا وانا كان عندي جورنال غوستو. قلت لها انا عندي، قالت لي لا نديروا نديروا يعني التوفيق بين نديروا التوفيق بيناتهم احنا حابينك تكوني معنا هذا الاولى 10 10 نعم. قلت لها انا باذن الله يشرفني بس انا خدمت مع جعفر بزاف قبل، نعم مع صويلح. قلت لها الحمد لله بيني بينو علاقة مليحة، بلك أحسن مخرج خدمت معاه، نعم من حيث التوجيه، توجيه الممثل ولا يعطيك قيمة تحسي بروحك قاعدة تتعلمي. قلت لها فرحت فرحت ما نكذبش عليك، قلت لها أكيد ومتفاهمنا كلش. ومن بعد واحد الأسبوع لأسبوعين هضروا لي عيطوا لي عيطوا هضروا لي على الخمار، قالوا لي اسكو كاين بوسيبيليتي تنحي الخمار؟ قلت لهم ما نقدرش، قالوا لي نموضي فيه، قلت لهم اعطيوني الشكل اللي تموضي فيه كيفاه، نعم قال لي تكون امبوني وفولار هاك وهاك وصاي. قلت لهم نتاسف، قلت لهم ماذا بيا نخدم معاه بصح ما نقدرش شغل نغطي شعري ونخلي هادو ما درنا والو، نعم قلت لهم ما نقدرش. قالوا لي اخر كلمه، قلت لهم اخر، قالوا لي خلاص دوك نشوفوا معاهم ونقولوا لك. بعد ما انا بقيت مهيئه روحي على اساس اني نعم راكي في المشروع حتى نلقاهم يمثلوا وقتها تفاجات اكثر. العام الاخر كي تلاقيت خدمت مع صويلح نوجه له الف تحيه يعني، نعم قال لي الله يبارك اللقطه تاعو هذيك الهرابه زعمي وحنا تمنيناك شفناك في هذاك الضو انت هربتي علينا. قلت له قالوا لي قالوا لنا باللي انت راكي مرتبطه بعمل اخر، يعني ما طاوش السبب الرئيسي الفكره باللي انا على جال حتى نعم تفاجات. وبعد فاجأنا تاني بالساعات الإعلامي غلط، نعم كاتب في الجريدة جعفر قاسم ماشي يفرض على مفيدة ويتخلى عنها بسبب الحي، هذا كامل ما كانش يعني هي مع لي شارجي دو برود تاع فوالا، هو ما كانش يعلم بهادو كامل بحيث نهار تلاقينا قال لك انا ما نبليش بهادو شكون هضرت معاه، قلت له هادو معايا في تليفون اصلا ما على باليش شكون هي. ثم هما اللي اتخذوا هذه أدا واش صرا بكل صراحة بكل ما عندي حتى نعم خلفية وما عندي حتى مشكل معاه. يلا وما ندمتش أكيد مفيدة على قرار، ما ندمتش أكيد يلا مستحيل لأنه قرار شخصي يعطيك صحة.